السلام عليكم، معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وفي صحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها الجينواز ديال المول، يعني بحال جينواز كيك. غادي نعملوه في هذا الاطار هذا، كما كتلاحظوا هذا الاطار هذا ديال 28 سنتيم، يعني في العرض ديالو، و7 سنتيم في العلو. وهنايا كما كتلاحظوا عندي هنايا 7 ديال البيضات، يعني متوسط الحجم، ماشي كبار بزاف. عندي هنايا واحد 300 غرام ديال السكر حبيبات، عندي هنايا واحد 4 غرام ديال الخميره، وواحد 300 غرام ديال الدقيق الممتاز. ودابا غادي نشوفوا طريقه التحضير ان شاء الله. غادي نعملو هاد السكر مع هاد 7 ديال البيض. بسم الله على بركة الله. هانتوما دابا شي 3 ديال الدقيق، وانا كنطلع فيه كما كنخدمو مزيان بحال هكدا، تيطلع بهاد القوام هذا كما كتلاحظو. هنا دابا ان شاء الله هنايا غادي نوضعو هاد الخميرة بحال هكدا. هنا غادي نبقى نضيفو النصف ونخلطو مزيان بهاد الطريقة كما كتلاحظو. جينواز كيطلع مخدوم مزيان. وهنا غادي نضيفو النصف الاخر، وهنا كنخلطو بطريقه من الاسفل الى الاعلى بحال هكذا. حنا بغينا هاد الجينواز هذا باش يجي يعني عالي شي شويه، اللي كيبغي يعمل شي طارته تكون عاليه. انتما بحال الطريقه ديال الكيك. هنا نجيبو الاطار ديالنا ونعملو الجينواز ديالنا بحال هكذا. وهنا الى لاحظتوا كما كتلاحظوا هنايا يعني عملت هنايا واحد البابي من تحت، يعني بقى هاد الجوانب من هنايا عملت ليهم الدقيق، يعني كيكون مدهون بالزبده وكنعملوا له الدقيق من هنايا باش ملي كيطلع ما يلصقناش على هاد الاطار هذا. ودابا ان شاء الله غادي نطرحوه في الفران على حسب في الفرن 180 درجة 190، ولكن الفران خصو يكون تسخنو مزيان، طلعوه 200 220 حتى يسخن مزيان، وديك الساعة من نطرحو ديك الساعة نقشو. منين يوصل 220 كنطفيو كندخلو، ديك الساعة نشعلو ونعملو 190 درجة ونخليه ولا 180، ونحضيو لاخور هاد الجينواز ديالنا. ملي كيطيب مزيان كنشوفو شي سكين صغير كندخلوه في الوسط ونجبدوه، الا كان باقي عجينه كنخليوه يزيد، ما نشوفوش محمر من الفوق ونجبدوه، يعني خصو يطيب من الداخل. من بعد ما يطيب ان شاء الله ونولي لنا وجده كما كتلاحظوا، يعني كتطلع رائعه بهذه الطريقه هذه. ولكن سيروا بهذا المقادير اللي عطيتكم باش تجيكم يعني رائعه وتجي بحال هكذا. شوفوا كتجي يعني هنا كنقلبوها في الفران، في الفرن كنقلبوها بشي سكين، ملي كيخرج داك السكين ناشف صافي كتكنا طايبه. دابا غادي نزولوها
انتما كما كتلاحظوا يعني كتطلع رائعة. انتما شوفوا العلو ديالها، يعني العلو ديالها راه طالع بزاف. هنا ملي غادي نقطعوها مثلا على ثلاثة، يعني مع داك الكريم كتجي كتزيد كتجي في العلو مزيان. هانتوما بحال هكذا كناخدوها بكل سهولة بحال هكذا. هانتوما هنايا كنوضعوها كنعملوها في شي سلوفان مثلا في بلاستيك غذائي بحال هكذا. هانتوما ما كنعملو لها بهذه الطريقة باش تبقى لنا رطبة وتبقى مزيانة ونعملوها في الثلاجة. انتما كما كتلاحظوا يعني نعملو ليها بحال هكذا، وانتما كتبقى تعملوها في الثلاجة فوقاش ما بغيتوها تلقاوها واجدة. يعني راه كتطلع مزيانة ما كذا، يعني ورطبة من الداخل ان شاء الله. دابا غادي نخليوها هذه حتى نعمل ليها شي تكون عندي شي وقت نعمل شي فيديو ديال شي طارت، وغادي نشوفوا الطريقة كيفاش غادي نعملوا ليها ان شاء الله. ودابا وصلنا لنهاية الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.